السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نضيف الانترنت داونلود مانجر او مدير ملفات الانترنت لجوجل كروم. عندنا فيديو زي كده مثلا، عملنا ريفرشمنت للصفحة. اشتغل الفيديو معانا لكن مفيش موجود في تحميل الفيديو او داونلود زيز فيديو، مش موجودة. دي نجيبها ازاي؟ هنفتح اي صفحة جديدة موجودة عندنا، هي صفحة جوجل كروم، وبقى من ثلاث نقط اللي فوق دول في المنطقة دي، ثلاث نقط دول هنختار مور تولز، وبعد كده هنختار اكستنشنز. فتح معانا الاكستنشنز بتاعتنا موجودة اهي، بس مش موجود الاي دي ام او الانترنت داونلود مانجر، مش موجود. طب نضيفه ازاي؟ هنصغر الشاشة دي شوية، بعد كده هندخل على سي، من جوه سي على البروجرام فايلز، ومن جوه البروجرام فايلز هنختار انترنت داونلود مانجر، ومن جوه الانترنت داونلود مانجر ندور على الملف اللي اسمه جوه مع حضراتكم حالا. اللي هو ده idmgcext.crx. طيب صغر الشاشة دي شوية بحيث الاتنين يبقوا قصاد بعض، نسحب ده بالماوس نجيبه نحطه في الاكستنشنز. بعد ما حطنا بيقول لي add idm integration module، اقول له add extension اضافة. هيفتح لي صفحة جديدة كده ملهاش لازمة، هنقفلها كده. خلاص بقى موجود عندنا الـ IDM موجود في الـ Extensions بتاعت. طبعا لازم نتأكد ان دي متفعلة، الاختيار ده متفعل. طيب نجرب نفتح اليوتيوب عندنا تاني نشوف يظهر معانا ولا لا. الفيديو اشتغل. هنا بيقول لي Download this video، اقدر لو دوست على هنا ان انا احمل الفيديو بتاعي زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا انا هعمل كنسل عشان مش محتاج اعمل داونلود الفيديو، الفيديو بتاعي في الاساسي. يعني اتمنى اكون افدت حضراتكم، ولو كنت افدت حضراتكم يا ريت تدعمونا بالاشتراك بالقناة والضغط على عجبني، وشكرا لحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.